تكلم في التوحيد، تكلم في العقيدة، لأنه هذا الطريق للجنة. لو صليت إلى أن ينكسر ظهرك وتصدقت بجميع المال وسهرت الليالي وصمت النهار وأنت تشرك بالله، جنة حرام بالنسبة لك، أنت حرام ممنوعة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عشان كذا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ما الموجبتان؟ ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، الله بيرحمه بدخله الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. عشان كذا ما تغش الأمة، دار تتكلم في الدين ما تغش الناس، تكلم في التوحيد، ده طريق الجنة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الزول تكلم بالتوحيد وفي النهاية الله أكرمه، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. قال لهم تابعوا الرسل، ما قال لهم تابعوا المكاشفية، التجانية، قادرية، ختمية، كل طرق في النهاية مختلقة، جابوها جديدة زي جديدة. إياكم ومحدثات الأمور، اتبعوا المرسلين، ده الدرب العتيق وده الدرب المتين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما دار منكم أجرا، أنتم ما دار منكم عرضا من عرض الدنيا الزائل، مش يجيك به مخلايا، شايل له مخلايا وملانا باغات جوا وحجبات ومحايات ولاف في البلد ويبيع للناس في المسجد حجبات يبيعوها، القرآن كله بستين جنيه ولا خمسين جنيه، الكتاب بيشتروه في السوق وإن كان لا يباع بثمن ولا يقدر بثمن، كله خمسين ستين جنيه، ويديك حجاب قدر ده بستمية جنيه وستة مليون، دي حلوها كيف ذاته، كلها وسياخ بتاع الحجبات دي، الناس عجيبين مرة واحد، وعلقوك بالأموات ويا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا مكاشي وكباشي وصايم ديمة والتوم والتبنقة وما بعرف وعويس وتيس وكله كله في النهاية، علقوك ببشر. أنا نادي لي بشر يا أخي، زول عنده أمعاء عنده كبد بياكل ويشرب ويمشي الحمام وينوم ويعطش ويجوع ويمرض، أناديه؟ ده أنادي لشن؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عبد زيك. أنا عندي تزعة وتزعين اسم بدعو بها الله، أنت داير شنو؟ داير رزق اسمه الرزاق، ليه خليت الرزاق مشيت لي بتاع حجبات؟ ليه؟ والرزق عين منه؟ أي بتاع حجبات أمسكه قول لي الرزق عين منه؟ عندك أنت ولا عند الله؟ طوالب يقول لك عند الله، لو هو زول عنده عقل إن كان ملخبطيننا، عنده عقل الرزق عين منه بتاع الحجبات عند الله. طيب نطلب من منه؟ نطلب من الله، إذا حجابك ده وهم زاي، معناه شغل فاضي زاي. لو عندك الرزق انت الدين حاجة للرزق، لكن الرزق عند الله، انت تدخلك شو؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما عليك انت، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض، عليك الله زول الله يقسم له وما يصدق، ده فيه خير، الله الخلق أصدق القائلين،
ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. من الأصدق من الله حديثا؟ الله يقسم لك سبحانه وتعالى ولك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وتاني تمشي تطلب رزق من بتاع حجبات والليدة وكلهم بتاعنا الحجبات مفلسين فاقد الشيء لا يعطي. ما لقيت بتاع حجبات أنا غايته بعيني ما شفته. ما لقيته بتاع حجبات فاتح له مكيف وساوي له دكان بتاع قزاز ترابيزة ظريفة وكرسي ظريف وخاتي فوق الترابيزة الظريفة ورود وفارش حجباته كلهم بفرشوها في الرواكيب وطاقاون الشمس شت صح ولا ما صح؟ مفلسين يا أخ روح نطالع يا أخ كان جات مطرة كلهم بيتضايروا قاعدين في رواكيب. واحد عمك تلقانا نضارته زي قعر الكباية ما تعالج عينك ديتها عالج عينك دي كلهم يا أخي ينادون يا أخي دي المخلوقين يا أخي نادي الخالق يا أخي سبحانه وتعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لا تنادي شيخ لا تنادي فكي لا تنادي صاحب قبة لا تنادي مجيد ويعتمد عليه الله ونادي الله ويتوكل عليه الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. أنا آمنت إيمانا جازما. شفت أنا شخصيا والله يا جماعة عندي عقيدة جازمة إنه الصوفية ديل ما مصدقين الله سبحانه وتعالى. والله الكلام ده حار لكن والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنا على يقين جازم لا يعتريه الشك أن هؤلاء الصوفية وهؤلاء الذين يدعون الأموات ويقرؤون القرآن لا يصدقون الله سبحانه وتعالى. الله ما مصدقينه لأنه أنت مصدق الله. الله في القرآن قال لك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. أنت بتقول شيخي بينفع القرآن ده نوديه وين؟ الله قال لك ما لا ينفعك أنت بتقول لا بينفع مصدقه كيف يعني؟ ولا يضرك تقول لا بيتبين فيكم كذا اللي يتبين فينا نحن كذا اللي يتبين فينا وكلهم يخوفوك بهم بس. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. أبوي الشيخ بينفخك وأبوي الشيخ بغير فيك وأبوي الشيخ بكرفسك كلهم بتاع مضرة وكذب زي ما في شيخ يا كافي البلا أصله بيسوي له باسطة ولا حاجة سمحة كلهم بتاع مضرة بكرفسك وبينفخك. أنت بنشر تنفخ زي أنت تنفخنا نحن المسلمين كلهم عتودك بقلب لك حجر بس مضرة. أقلب الحجارة عتان أنت الحجار ده أقلب عتان وشيل لك عتود أنت مالك مال عتان أنا يا أخ. أنت وكت بتقلب ما تقلب لنا حاجة كعبة سواها سمحة بس تعرف أنت بدل تقلبني أنا ولا تغير فيني ولا تعوج لي خشمي وما بتقدر كده أعوجه ما بتقدر. لكن انت وكده عندك قدرة تتصرف في البشر يا أخي من ناس موحدين ومحترمين بقيون دلاقين زيك صوفية بس أقلبهم صوفية بس بدل تدعب انت التعب زي ده. قول له أوسع يا أخي واحد سلفي بس واحد تلقاه يا دوب في سنة أولى أساس ولا في تانية ولا تالتة أساس موحد واحد إن جاء في المسجد تلقاه أعمامك كبار الجامع ده كله مملأ وزين إلا من الواد الصغير ده. لك شفته أنا لعن لب صلي على الحيطة يقرب على الحيطة وبس يعينوا له والجامع اكتبوا فيه ممنوع الحديث. ممنوع الحديث في أي مسجد تلقى فيه ممنوع الحديث ما قصدهم ممنوع الحديث في التقوى ولا الصبر ولا صلاة الجنازة ولا الطهارة ولا الصلاة. ممنوع الحديث ذا الله واحد ما دارينا. شفت الله واحد ما دارينا. المؤذن ارفع صوته بأعلى صوته تلقاه ماسك الميكروفون الله أكبر لحد ما يجي أشهد أن لا إله إلا الله تجي تشرح عليه أول زول كوركو
انت ما قلت هذا قبل شويه، ماذا نشرح لك؟ لا اله الا الله معناه شنو؟ معناه ما نعبد الا الله. ايوه، الدعاء عباده ولا ما عباده؟ الدعاء عباده. الرسول عليه الصلاه والسلام في سنن الترمذي قال الدعاء هو العباده، في سنن الترمذي من روايه النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن ابيه. الدعاء ده عباده، ما بتقدر تغالط فيها، الدعاء عباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن شنو؟ عن عبادتي. ايوه، الصلاه عباده ولا ما عباده؟ عباده. الزول اللي بيصلي لغير الله تعالى، بيصلي لغير الله، ده اشرك بالله ولا ما اشرك بالله؟ اشرك بالله. اللي بيدعو غير الله اشرك بالله ولا ما اشرك؟ ليه يفرقوا بين الصلاه والدعاء؟ الزول لو قال يا رسول الله اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، بيثبتوه ولا ما بيثبتوه؟ يقول لك ما تقول يا رسول الله اهدنا فيمن، قول اللهم اهدنا فيمن هديت. صح ولا ما صح؟ ايوه، لانه دعا الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه الرسول قال لك ما تدعوني انا ولا تدعو غيري، ادعو الله بس. في سنن الترمذي قال اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. هم زعلانين ساي يا جماعه دي، زعلانين. واحد تلقى درويش زعلان ساي، وللاسف ما بيزعل لي الله، ما بيغضب لله، بيغضب لشيخه بالباطل. ونحن ما نبزنا شيخه، هم ما مركز بس. قول له نادي الله، ما تنادي شيخك ده. اقول لك انتوا بتنبزوا ليه؟ يا اخي ده ما نبز، نادي الله ما تنادي الشيخ، النبز وين؟ نادي الله ما تنادي الشيخ. كذا قيم في الجامع قول له نادي الله ما تنادي جبريل عليه السلام، بيلبت ساي. نادي الله ما تنادي ميكائيل، بيكون بعين لك ساي. قول لك ماشي شويه شويه. قول له نادي الله ما تنادي ابراهيم عليه السلام. يقول لك كويس. نادي الله ما تنادي داود عليه السلام. نادي الله ما تنادي الصحابة، ما تنادي أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي علياً. يقول لك كويس. نادي الله ما تنادي البرعي. أوه يقول لك ما تجيب القوم. يا أخ معقولة يا أخ؟ أنا دار أختم لأنه والله عندي برامج ثانية. الله يجزيك خير، خليني بس أتم كلامي ده وأختم إن شاء الله. والله يحفظكم ووفقكم. وانا والله طولت جدا، طولت جدا، ما لقيت لي مسجد عجبني وريحني زي مسجدكم. والله طولت جدا. مساجد كثيره بنمشي عاينوا لنا من فوق لتحت، انتم بتعاينوا من ما شاء الله محلات معينه. لما تمشي مسجد وتلقى الشباب والكبار وغيرهم منشرحين للدعوه والتوحيد، وتحس انه مركزين في الكلام وقابلين الدعوه، تحس انه ده الرجال نحسبهم والله حسيبهم. بيحملوا الدعوه وينشروها بين الناس، زول مهموم تلقى في الركشات يبلغ، في عربات يبلغ، في المسجد، في السوق. اخواننا ذول بفضل الله اي واحد فيهم مشى في محل ما بيقعد ساي، تلقى محله والفريق كله بعرفه. لك ده جه هاسي بشغله لهم كلهم، لانه شغال دعوه. نسال الله التوفيق لكم جميعا. ناس يا جماعه تكون على العقيده الصحيحه، والله درب الجنه ما فيه شك. بس انت كيف تثبت حتى تلقى ربك على التوحيد؟ طوالي تتضرع لله، تلجأ إلى الله، وتتوب وتستغفر، حافظ على الصلوات. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وبارك الله فيكم. وإن شاء الله الناس إذا مد الله في الأجال ووفق الناس تجي إن شاء الله وقت توسع، ولو في مجال للأسئلة لقدام الناس إن شاء الله تفتح فرصة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشكر لكم جميعا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.